بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وارحمنا بحقهم يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته، وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وجعلت له من أخيه ردأ ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا، وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله،
ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجرى محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب، صلوا على محمد صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد،
فقال والملأ أمامه: من كنت مولاه؟ فعلي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عادى، وانصر من نصر، واخذل من خذل. وقال: من كنت أنا نبيه؟ فعلي أمير. وقال: أنا وعلي من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى. وأحله محل هارون من موسى، فقال له: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة، خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر. زوجك الله فتى فاضلا، أعني عليا خير من في الحضر. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال: أنا مدينة العلم، وعلي بابها. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال: أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي، ودمك من دمي، وسلمك سلمي، وحربك حربي. والإيمان مخالط لحمك ودمك، كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني، وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور، مبيضة وجوههم حولي في الجنة. صلى الله عليه وسلم. وهم جيراني، ولولا أنت يا علي يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال، ونورا من العمى، وحبل الله المتين، وصراطه المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحم، ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحلو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما. ولسان حاله يقول: من حلالك المشكل
سجل يا قدم عني بخفايا الجان يا إنسان. أعلم من زغر سني سفينة نوح سيرها وهو عليها متهني. أنا نجيت موسى من البحر والبحار فر مني لعد آدم ترى مطبوع اسمي وكنيتي ورسمي. أنا سيف النبي الموعود وذراع اللي تحضني. يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقاد بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادينا بعد الهادين. والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفاه لرعاية الحق فيه. فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة. مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. ألا لعنة الله على الظالمين. إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولا يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون. وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون. أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق
بعد الصادق، أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرة بعد الخيرة، أين الشموس الطالعة، أين الأقمار المنيرة، أين الأنجم الزاهرة، أين أعلام الدين وقواعد العلم، أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية، أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج، الناس كلهم بالحق قد شهدوا بأن نجل علي الطهر حادينا به اقتدينا وللمعروف أرشدنا، فهل سواه زعيم قائم فينا؟ صلوا على أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين محيي معالم الدين وأهله، أين قاسم شوكة المعتدين، أين هادم أبنية الشرك والنفاق، أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان، أين حاصد فروع الغي والشقاق، أين طامس آثار الزيغ والأهواء، أين قاطع حبائل الكذب والافتراء، أين مبيد العتاة والمرضى، أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد، أين معز الأولياء ومذل الأعداء، أين جامع الكلمة على التقوى، أين باب الله الذي منه يؤتى، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى، أين مؤلف شمل الصلاح والرضا، أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى،
أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهدين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى؟ أبرضوى أو غيرها، أم ذي طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا